يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عوام أهل الشرك الذين يعبدون القبور ويتقربون إليها من الذين بلغتهم الدعوة أو يكونون من أهل الفترة؟ سبحان الله، من أهل الفترة وهم يحفظون القرآن ويسمعونه بلغتهم الحجة، اللي من أهل الفترة اللي ما يسمع شيء ولا بلغ شيء، هذا اللي من أهل الفترة منقطع عن العالم، هذا وين هو اليوم؟ من أحد الآن منقطع عن العالم؟ يعني وسائل الإعلام الآن وصلت المشارق والمغارب، ولم يبقى أحد ما لم تصله. نعم، لكن لو قدر أنه يوجد أحد ما عنده وسائل تقنية ولا وصلته المخترعات الحديثة ولم يصله شيء، يكون من أصحاب الفترة. نعم.